شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج في ختام فعاليات المعسكر 15 من معسكرات اتكلم عربي عبر تطبيق زوم، وذلك لاستعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة رئاسية اتكلم عربي. هذا وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبناء وأطفال مصر بالخارج، وموجهة رسالة للوالدين بالحرص على متابعة استخدام أبنائهم للتطبيق بانتظام، وذلك ليكتسبوا مهارات اللغة ويتقدم مستواهم لإتقانها. ودعت وزيرة الهجرة أبناء مصر بالخارج للمشاركة في هذه المعسكرات المقبلة ولتحميل التطبيق الإلكتروني اتكلم عربي أولاً ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه.